امرأة ولدت ولم تقض 40 يوم ولم يعد ينزل منها دم، هل عليها أن تدخل الحرم وهل يجوز أن يدخل عليها زوجها؟ إذا انقطع الدم في أثناء 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي وتباح لزوجها، وإن عاد الدم في آخر 40 فإنها تجلس إذا عاد الدم في آخر 40، ويعتبر الوقت الذي طهرت فيه في أثناء 40 طهرا، تغتسل وتصوم وتصلي وتحل لزوجها.